تتطلب السلامة العامة تعاونا بين كافة أطرافها، فالمواطن سواء كان في منزله أو يقود سيارته يتحمل مسؤولية كبيرة بشأن سلامته بالدرجة الأولى. وفي هذا الإطار تأتي السلامة في المنزل بمقتضياتها المتعددة، ومن بينها مراعاة كافة الاشتراطات المتعلقة بإمكان حدوث تسرب للغاز. في إطار العمل على تعزيز وعي المجتمع وتنمية الثقافة الأمنية من خلال الالتزام باشتراطات السلامة المنزلية والسلامة العامة، يصبح من الضروري التقيد بما تقتضيه اشتراطات السلامة في المنزل فيما يتعلق بخطر تسرب الغاز. هناك العديد من اشتراطات السلامة الواجب توفرها في ابتداء من اسطوانات الغاز وانتهاء بالأفران. بداية اسطوانات الغاز يجب أن يكون وضعها في صناديق حديدية أو معدنية تحافظ على سلامة الأسطوانة داخل هذا الصندوق بعيدا عن الطرق والشوارع، بحيث ما يصير أي اصطدام يتأثر في سلامة هذا الأسطوانة. وضع المنظم الخاص بالأسطوانة لينظم انسياب الغاز في التوصيلات وصولا إلى الأفران، تمديد الغاز أو اسطوانة الغاز بأنابيب معدنية أو نحاسية من الأسطوانة حتى الأفران، بحيث أن يكون صلبة وتستحمل ضغط الغاز، وأيضا يكون لها عمر افتراضي أطول. أما بالنسبة للأفران يجب أن نتأكد أن هذه الأفران مطابقة للإشتراطات والمواصفات والمقاييس الخليجية وأيضا العالمية، وأيضا يتم التأكد من سلامة المفاتيح وسلامة اللي احنا نقول بالعامية العين الفرن الخاصة للطهي. وأيضا يجب على ربات المنزل وأرباب المنازل التأكد من وجود الأدوات الأولية للإسعاف الأولي وأيضا للإخماد في حال حدوث الحريق لا قدر الله. وتتضمن الحملة التوعوية تقديم العديد من المحاضرات التي تبين اشتراطات السلامة والأضرار الناتجة عن تسرب الغاز وكيفية الوقاية، وذلك لرفع الوعي لدى ربات البيوت من المواطنين والمقيمين، مع ضرورة الحرص على تثقيف العاملات بالمنازل. الدفاع المدني، واحنا كشركة غاز البحرين اول يعني اهم شيء احنا عندنا امن الزباين، ولان الغاز اللي نستخدمه خطر، واذا استخدم في طريقه مخطئه او ما كان في تسليك صح يسبب الى مشاكل وحوادث لا سمح الله. الدفاع المدني دائما يحرص على الامان، ومن هذه احنا نشوف 2017 قامت بتصريح منع توزيع سلندرات بدون صمام السلامة. والصمام ذي شغلته أن إذا كانت اسطوانة الغاز تحت ضغط، الصمام يسرب الغاز ويمنع السلندر أو الاسطوانة من الانفجار. أول شيء زبون لازم يسوي إذا يعني شم ريحة غاز في المنزل في المطبخ، أول شيء يرجع للاسطوانة ويصك الغاز من السيفتي فالف اللي احنا نركبه في الانبوب. يقدر يصكه من الاسطوانه نفسها او من السيفتي فالف، بس يكون اسهل من السيفتي فالف، فيمنع الغاز من دخول الى المطبخ او من المنزل. ثاني شيء لازم الزبون يهوي المطبخ، خلينا نقول صار تسريب في المطبخ، فلازم يفتح الشبابيك عشان يهوي على المطبخ ويطلع الغاز اللي في الانبوب عقب ما صكه من السيفتي فالف. إن تنفيذ الصيانة الدائمة لتوصيلات الغاز من أهم معايير السلامة في المنزل، وهو أمر يجب أن يحرص عليه الجميع، فالسلامة مسؤولية مشتركة وفي صالح الجميع، والتعاون أساس تحقيقها من أجل سلامة الفرد والمجتمع.